السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها للحديث اليوم عن مستجدات الاحداث بعدن في ظل موقف الحكومه الذي اعتبر ما حصل محاوله انقلابيه، وموقف ايضا التحالف العربي الداعي للتهدئه والالتزام بالمقررات الامميه. اعتبرت الحكومة ما قامت به ميليشيا المجلس الانتقالي في عدن محاولة انقلابية وخروجا عن هدف إنشاء تحالف داعم للشرعية في اليمن. وقالت الخارجية في بيان إن المحاولات المستمرة لإعاقة عمل الحكومة الشرعية وإنشاء ميليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة يعد انتهاكا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وتهديدا لأمن المنطقة وتقويضا لجهود إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي. يأتي هذا البيان بالتزامن مع تأكيد وفد عسكري من التحالف بأن الجميع ملتزم بالتهدئة ووقف إطلاق النار في عدن، داعيا إلى التركيز على استكمال تحرير الأراضي اليمنية وتنفيذ القرارات الأممية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: بعد بيان الحكومة هل يتغير التعاطي الإقليمي مع الأزمة اليمنية؟ وإلى أين تمضي التطورات في عدن على ضوء موقفي الحكومة والتحالف؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. عدن لا تزال تحت وطأة الحرب، وضع عكسه بيان الحكومة الذي وصف ما حدث في عدن في 28 من يناير المنصرم بأنه محاولة انقلاب فاشلة على الحكومة الشرعية نفذتها ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي. البيان الصادر عن وزارة الخارجية شدد على أن المحاولات المستمرة والحثيثة لإعاقة عمل الحكومة الشرعية وتعطيل مهامها والقيام بإنشاء وتوجيه ميليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وتهديد لأمن المنطقة وخروج عن الهدف الذي من أجله أنشئ تحالف دعم الشرعية ويقوض جهود إنهاء الانقلاب الحوثي ويخدم أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ويضر بالمصلحة العليا لليمن. لجنة التهدئة المرسلة من قيادة التحالف ظلت تعمل بعيداً عن الأضواء في عدن تماماً كما هي الأجندة التي جاءت من أجلها، إلى أن ظهرت أخيراً لترد على بيان الحكومة شديد اللهجة الذي عكس على ما يبدو خيبة أمل الحكومة والسلطة الشرعية إزاء تحركات التحالف في عدن. الضابطان السعودي والإماراتي تحدث في بيان مرتجل ومقتضب من مقر قيادة التحالف في عدن عن أن هدف التحالف هو ضمان أمن واستقرار اليمن، وهو هدف لا يتحقق وفقا للمراقبين إلا بتمكين الدولة وسلطتها الشرعية وأدواتها الدستورية والقانونية. صحيفة الشرق الأوسط أوردت في تقرير لها ما وصفته بأنباء مسربة تتحدث عن أن قيادة ما يسمى المجلس الانتقالي لديها مرونة في مطلب إقالة الحكومة، لكنها متمسكة بحصولها على حصة ضمن قوامها الحالي. تابعنا باهتمام بالغ. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه دولة الكويت العضو في التحالف على لسان نائب وزير الخارجية خالد الجار الله رفضها التطاول على المؤسسات الدستورية من القوى الخارجة عن الشرعية في اليمن. المحاولة الحثيثة من قبل التحالف لمنح المكاسب السياسية للطرف الذي أشعل الحرب ضد السلطة الشرعية يراها المراقبون تكرارا حرفيا لسيناريو تمكين ميليشيا الحوثي الذي كرسها طرفا معنيا وشريكا بينما كانت تخوض حروبها ضد السلطة الشرعية التي انتهت بالسيطرة على الدولة وجر البلاد إلى حرب شاملة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش وينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة سيد حمزة الكمالي. سيد حمزة مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ أهلا بك سيد حمزة. يعني بداية، بيان جديد للحكومة اليمنية يصف ما حدث في عدن بمحاولة الانقلاب، ما دوافع هذا الموقف الذي وصل متأخرا؟ هو ليس موقف متأخر. لماذا الحديث عنه موقف متأخر؟ يعني هناك كان انتظار لموقف رسمي، الموقف الرسمي أعلن في يومها باجتماع الرئيس عبد الرب منصور هادي مع مستشاريه بحضور نائب رئيس الجمهوريه ونائب ووزير الخارجيه وقياده الاحزاب السياسيه، واخذ موقف مباشر اعلن عنه رسميا. هذا الموقف اتى لايضاح للعالم وامام الراي العام الدولي وامام الجميع موقف الحكومه على عبر وزاره الخارجيه لتوضيح ما حدث تماما بعد انتهاء الاحداث بشكل كامل، بعد فشل محاوله التبرد التي قادتها
مجلس الانتقال الذي يقوده مجلس الاتصال الذي يقوده عيدروس الزبيدي، والأمر وصل إلى ما وصل إليه حاليا. الوضع استقر على المستوى الأمني، النقاط المعسكرات تم تسليمها لقيادات اختارتهم قيادة الألوية الحمائية الرئاسية، قيادات محسوبة على الرئيس عبد الرب منصور هادي، والأوضاع على المستوى الأمني والعسكري بدأت تستقر بشكل جيد. واللجنة التي شكلت من قبل التحالف العربي نزلت وعينت لنفسها، وهناك يعني أمل بأن لا تتكرر هذه الأمور وأن تعود الاستقرار، لأنه المتضرر بشكل رئيسي من هذه الأحداث العبثية التي ليس لها هدف واضح إلا إثارة الفتنة والقلاقل هو المواطن الذي مغلوب على أمره والذي وضع في هذا الوضع الصعب. نعم، لكن سيد حمزة، يعني من خلال التقدم الأخير للمجلس الانتقالي و يعني فرض السيطرة على بعض المناطق، يعني ما هي الخيارات التي تمتلكها الحكومة؟ أيضا هناك من يقول أنها لم تعد يعني تمتلك سوى إصدار البيانات قياسا بحجم التقدم الميداني لصالح المجلس الانتقالي. هذا الكلام غير صحيح. أولا الذي تمت السيطرة عليه هو موقع معسكري، ولم يسيطروا على كل المواقع، وهذه المعسكرات تم تسليمها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه الحديث بأن الحكومة ضعيفة كلام غير صحيح، يعني هذا الكلام يعني مغالطة إعلامية. الحكومة موجودة، الحكومة تعمل، الحكومة تقدم خدمات، ولا لما تم يعني الهجوم عليها بهذه الطريقة ممن يعتقد بأن مصالحهم أضرت بنجاح الحكومة في تحقيق مطالب المواطنين. بداية هؤلاء الذين يصرخون ويقولون كانوا يقولون بأنهم يريدون تغيير الحكومة هم أنفسهم من قالوا من قاموا بتقطيع الكهرباء، من قاموا باستهداف الخدمات، من لم يقدموا شيء أيام ما كانت المسؤولية معهم. هؤلاء أنفسهم قالوا بأن الحكومة لم تقدم ولم تسلم رواتب، الحكومة انتظمت في موضوع الرواتب على الأقل في عدن وفي المحافظات المحيطة، الحكومة قدمت الكثير والكثير من أجل قطاع الكهرباء، وفي هناك تحسن كبير جدا في قطاع الكهرباء، وإن شاء الله على الصيف يتم التحسن أكبر. الحكومة تعمل وتقدم وتقوم بكل جهدها وفقا للظروف الموضوعية وبدعم كبير جدا وصادق وحقيقي من قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي لم تألو جهدا. المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز يقدم الدعم الكبير جدا لليمن، وآخر هذا الدعم كان الوديعة التي تم تحويلها إلى حسابات البنك المركزي لضمان استقرار العملة. هذا العمل كله يأتي في ظل يعني مواجهات كبيرة جدا تقودها الشرعية ومن خلفها التحالف العربي. نعم. في مواجهة الانقلابيين في الحوثيين المدعومين من إيران في تعز وفي فيما يخص موقف التحالف. سيد حمزة، في إطار الأحداث الأخيرة سأعود لأناقشك في هذه النقطة، لكن سأشرك معنا، سينضم إلينا من الرياض سلمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة وطن السعودية. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد سلمان. يعني موقف جديد للتحالف يدعو للتهدئة والالتزام بالمرجعيات الدولية من قبل الأطراف في عدن، ما هو الجديد في هذا الموقف؟ هذا الموقف ليس بجديد، هو منذ 28 يناير منذ اندلاع الأحداث كان موقف التحالف واضح وصريح وطلب الالتزام بالهدوء، وهو ما تم الآن الحمد لله. يعني الأمور عادت إلى طبيعتها والجميع تحت مظلة التحالف، ليس هناك أي اختلاف حول ذلك. نعم، لكن هنا النقطة يعني التي يتساءل الجميع، يعني التحالف منذ أن حدثت الأزمة الأخيرة حتى الآن ما زال يصر على التعامل مع ما حصل على أنه أزمة بين طرفين، متناسيا أن الطرف الآخر هو دولة شرعية التحالف يعني جاء لدعمها ذات يوم. أبدا، الدولة الشرعية المعترف بها دوليا لا تزال قائمة، وعندما يحدث أو يحصل حالة تمرد فمن الطبيعي أن تخمد من قبل الشرعية، وهو ما تم بالفعل، خلاف وتم معالجة الوضع والأمور الآن عادت إلى طبيعتها وأكثر من طبيعتها. لكن هناك تمرد على الشرعية، التحالف حتى اللحظة يدعو إلى التهدئة دون أن يحدد الطرف المتمرد أو يدينه أو مثلا حتى يعني ينتصر من خلال البيان للحكومة الشرعية التي يعني جاء لمساندتها، يعني اليوم يصف الحكومة كطرف. الحكومة ليست طرف، هناك تمرد حصل من مجموعة معينة على الشرعية وتم حل هذه المشكلة، وهذا الأمر يحدث بين الأخوان في البيت الواحد. نعم، إذن سيد سلمان ابقى معي قليلا، سأعود لضيفي حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة.
يعني سيد حمزة، هناك من يقول يعني أنها أن الحكومة لم تعد تمتلك سوى إصدار بيانات فقط، وأيضا هناك من يقول أن موقف التحالف ما يزال غير واضح، يعني وأنه يعني يأتي فقط من أجل التهدئة، خصوصا يعني أنه ما زال يساوي ما بين الطرف المتمرد وأيضا الحكومة الشرعية التي جاء من أجل إسنادها. أولا أنا جاوبتك على خاصة بالسؤال، لأن عندما قلت أن الحكومة لا تمتلك البيانات هذا كلام غير صحيح، الحكومة تمتلك قوة موجودة. الأمر الآخر الذي يجب أن يكون واضح أمام الجميع، الحديث بأن التحالف خذل الشرعية هذا كلام غير صحيح. التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يدعم الحكومة الشرعية على كل كافة المستويات، المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني وعلى مستوى الدبلوماسي، هناك عمل كبير جدا. لا يجب القول بأنه التحالف ساوى بين الشرعية وبين مكونات أخرى، هذا الكلام غير صحيح. التحالف تعاطى مع الأزمة. طيب سيد حمزة، دعنا نتوقف عند نقطة إدانة الطرف المتمرد. إلى اللحظة لم يدين التحالف الطرف المتمرد. دعني أكمل كلامي. نعم، التحالف والحكومة الشرعية موقفهم واضح فيما يخص بأن هناك عدو واضح وصريح، وهو ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. نعم، الانشغال بهذه المعارك الجانبية لا يمكن القبول به. موقف التحالف واضح، والبيان الذي أصدرته قيادة التحالف واضح، والذي أكد عليه مجلس الوزراء السعودي بقيادة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي أكد على المرجعية الثلاث، والتأكيد على المرجعية الثلاث هو رسالة واضحة بدعم الشرعية ورسالة محددة بالشرعية المتمثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي المذكور نصا واسما في القرار الأمي 2216، والتأكيد على دعم الشرعية هو موقف غير جديد للمملكة، هو موقف المملكة الثابت منذ اليوم الأول للانقلاب، وهو الموقف الواضح والصريح. ولا يمكن القول بأنه يعني إنه المملكة أو التحالف يعني وضع الشرعية في مكيال هذه الجماعات المسلحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجب أن يكون واضح هنا، نعم، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال، تفضل، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أتجه إلى تصفية الحسابات أو معالجة مشاكل جانبية وأنا معي مشكلة رئيسية. هذه المشكلة الرئيسية تتمثل بالحوثيين والصالح، لكن أي تعدي على الدولة وأي تمرد على الدولة وعلى الشرعية هو تعدي على القرار 2016، وليس علينا فقط، هو تعدي على التحالف. وإحنا والحكومة تحدثت بوضوح، قالت بأن هذا العمل كان طعنة بالظهر للشرعية وللتحالف، وهم يقودون معارك من أجل استعادة الشرعية، من أجل اليمن، من كافة الشعب اليمني. لا يمكن النظر لهذه القضايا، هناك أطر عجت في هذه القضايا، هناك مؤتمر حوار وطني، وهناك هذا الحديث برمته، الحديث واستهداف الدكتور أحمد عبد الدغر كشخص، والتهديد بالدخول إلى قصر الرئاسي في عدن، كان الرد واضح من قبل التحالف العربي بأنه لن يقبل المسألة بالشرعية، وهذا أمر واضح بالنسبة لنا، والتواصل كان على مدار الساعة، والهدنة والتهدئة التي فرضها التحالف العربي برغم غدر الميليشيات المسلحة بها، إلا أننا نلتزمنا بها. نحن نؤمن بأن حقنا الدماء أهم، نؤمن بأن دماء المواطنين في عدن أهم، وأن المدنيين هم من سيتضررون من جنون هذه الجماعات المسلحة، ونحن رأينا واضح. نعم، لكن سيد حمزة، يعني هنا نقطة مهمة، أنت يعني كما تصور أن التحالف العربي يعني لا يوجد أي موقف من يعني من الحكومة، أو يعني أو لا يوجد موقف لأطراف من الحكومة تدعم ميليشيات، يعني أنت تعرف جيدا من الطرف الذي يحرك عيدروس الزبيدي ومن يموله بالسلاح وأيضا يتحكم بقرار هذا الرجل، لذلك أيضا هناك كانت هناك هدنة، كانت هناك هدنة وضعتها السعودية، عيدروس الزبيدي تجاوز وقام بخرق هذه الهدنة وأسقط معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية، ومع ذلك التحالف العربي لم يحدد حتى اللحظة يعني من الطرف المدان الذي قام بهذه المشكلة، يعني تتعامل مع الطرفين كأنهم طرفين تصارعوا. دعني أرد على هذه النقطة. أولا التحالف العربي كما قلت وأكدت موقفه واضح، ونحن نتعاطى مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وهذا موقفنا، نحن نتعاطى مع المملكة، ونعرف بأن المملكة أكثر بلد في العالم حريص على اليمن وعلى شعبه. نعم، أي تجاوزات من أي طرف آخر نحن نتعاطى معها، وإن كان لا يعني وإن كان وهذا الأمر غير يعني أعتقد أن إن كان هناك تحفظ على بعض الأطراف على بعض السياسات، وليست خاصة بالمملكة بالتأكيد، هي خاصة ببعض الأطراف، تكون معالجتها عبر إطار التحالف. التحالف هو كتلة واحدة،
وليس عدة يعني وليس كتل متعددة. التحالف هذا تقوده المملكة العربية السعودية وهي تفي بالتزاماتها بما يخص أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضي، وهذا الأمر غير قابل للنقاش قبل نعم. من عندهم قبل أن يكون من عندنا نحن. نعم، إذن أشكرك جزيلا سيد حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. عود لي ضيفي الآخر سلمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة وطن السعودية. سيد سلمان، يعني هنا باعتقادك إلى أين تمضي الأحداث في عدن بعد موقف الحكومة الشرعية الذي وصف المجلس الانتقالي بالانقلابي؟ في الحقيقة أن الأمور الآن وكما أسلفت لك تسير بهدوء واستقرار تام، ليس هناك على أوضاع في عدن مستقرة تماما. بالنسبة للبيان هو بيان توضيحي ووضع نقاط يعني على الحروف من جانب الحكومة الشرعية، ولكن هذا الأمر في الأخير ما يهم المجتمع الدولي أو اليمن الحكومة الشرعية نفسها هو استقرار الأوضاع في عدن، وهما عادت إليه ولله الحمد. نعم، لكن سيد سلمان يعني في إطار موقف التحالف هذا تبقى الأزمة ما زالت يعني معلقة ومرحلة إلى أجل آخر طالما لم يحدد الطرف المدان حتى اللحظة. يعني هناك هدنة لو تعلم بها، هدنة سعودية قبل أن يسقط معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية، المجلس الانتقالي تطاول و يعني اخترق هذه الهدنة وقام ب يعني السيطرة على المعسكر وإثارة الفوضى في العاصمة المؤقتة. السعودية ولم تحدد موقف من 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 هذا التجاوز، يعني بمعنى أن الأزمة ما زالت مرحلة إلى زمن آخر. لا أبدا يا عزيزي، هناك قنوات إعلامية من الساعات الأولى للأحداث في عدن حرصت وسعت إلى تأجيج الموقف، بل جعلت لها أهداف ومخطط معين وتحويل إثارة الفتنة، حاولت أن تضرب بين الكبار، وأنا أقولها بكل صراحة. هذه القنوات معروفة ومعروف توجهها وماذا تريد بالتحديد. الأوضاع أو كما يقال حسب تلك القنوات غير الصحيح، الأوضاع مستقرة، الأمور طبيعية. التحالف يزداد قوة يوما بعد يوم. أمام التحالف الآن والذي تتزعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أمامهم عدو مشترك واحد وهو الحوثي وتحرير اليمن وإعادة الشرعية. نعم، لكن سيد سلمان برأيك يعني من الذي يدفع بعيدروس الزبيدي لطعن الشرعية والتحالف من الخلف؟ طيب اسمح لي أن أوضح لك نقطة دون أن تقاطعني. نعم، محسوب أن هاني بن بريك والزبيدي وأشخاص معينين بما أنهم ذهبوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مثلما ذهبوا إلى السعودية، استغلت بعض القنوات الإعلامية هذا لتضرب في العمق. ولكن دعني أقول لك، هم ذهبوا مرة أو مرتين للسعودية لكنهم مقيمين بأبو ظبي. طبعا مراد الحالمي وزير النقل السابق كان مقيم في الرياض وتابع للشرعية، وهو الآن عضو في المجلس ما يسمى المجلس الانتقالي. نعم. أيضا يا عزيزي هناك أشخاص من فضل الجعدي محافظ الضالع وأيضا أحمد بن بريك محافظ حضرموت، هؤلاء كانوا في الرياض. فهل يعني ذلك أن السعودية عندما هم متواجدين في المجلس الانتقالي هي تدعمهم؟ لا يا سيدي، الأمور متضاربة، وليس معنى أن يوجد شخص في الإمارات أو في أبو ظبي أو في دبي أو في الرياض أنه يتبع للطرف الدولة التي هو فيها. نعم، إذن يعني نحن نتمنى أن تسير الأوضاع وفق مشروع واحد وهو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية. وبالخلاصة يعني أنه أي فشل للحكومة هو فشل للتحالف العربي في هذه اللحظة الراهنة. أبدا، أنا أؤكد لك أنا اليوم على تواصل مع عدد من الوزراء في عدن ومع شخصيات بارزة، الأمور عادت إلى طبيعتها كما كانت قبل يوم 28. الأمور الجهات الحكومية والمؤسسات تعمل وخدمات المواطنين، الكهرباء، المياه، الأمور عادت إلى طبيعتها. ولكن هناك كما أسلفت لك تأجيج من جهة معينة تريد أن تحقق أهداف لها، وهذا بعيد عنها وعن أحلامها. نعم، إذن أشكرك جزيلا سلمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة وطن السعودية، كنت معنا من الرياض. أرحب بضيفنا من عدن، سينضم إلينا المحلل السياسي خالد اللبود. سيد خالد مساء الخير.
مساء الخير. أهلا بك سيد خالد، يعني كيف يمكن فهم بيان الحكومة اليمنية الأخير في ضوء تطورات الأحداث في عدن؟ أولا أشكركم على الاستضافة. أهلا بك. بالنسبة لبيان الحكومة كنا نتوقع أن نرسل قبل هذا بيان من الرئاسة مباشر، ما أشار إليها الأخ حمزة الكمالي، حاول الاجتماع في ثاني يوم الأجمع لم يكن بالأمر الكافي، كنا ننتظر من المجتمع إلى بيان رسمي صادر عن رئيس الجمهورية يوضح الوضع بالتفصيل من قبل 4 أيام من اليوم، وليس بيان حكومي يصدر اليوم. نعم. ومهما كان وقفنا من قراءتنا لبيان الحكومة، علينا أن نذكر بأن الحكومة كانت واحد من أطراف المشكلة، بينما رئاسة الجمهورية الكل ينظر إليها بأنها خارج المشكلة. نعم سيد، إشارة بيان الحكومة نعم أن ما يحدث هو خروج عن قرار 22/19، هذا الأمر توضيح أكثر إلى بيان أولا من ما معنى التمرد، ما معنى الانقلاب، ما معنى ثم تفاصيل هذا، ما هي النتائج. يعني عندما نتحدث عن وجود انقلاب في عدن، انقلاب كان من شروطه انتزاع الحكومة، طرد الحكومة، ولكن عندما نرى أن الحكومة لا زالت موجودة في عدن ولا زالت تمارس مهامها من قصر المعاشر، إذا موضوع الانقلاب لم يكن هو الموضوع الفعلي، هو الهدف المحرك الأساسي للأحداث. عندما نقول فشل الانقلاب كما تبين الحكومة، كما تبين بعض الإدارات الحكومية، وكما يوضح الناس الحكومة السابقة، وكما يوضح الإخوة في التحالف، الذي يسموه في الانقلاب هذا التصرف في طلب من الحكومة بالمتمرد. نعم. إذن لا يوجد انقلاب فعلي بمعنى الكلمة، ولا يوجد عودة للحياة كما كان. نعم. لكن سيد خالد، يعني لو يعني تغير مكانك قليلا، هناك مشكلة في سماع الصوت بسبب التغطية، لكن أسألك هنا، يعني الكثير يعني يعتبرون أن البيان فيه إشارة واضحة لدور الإمارات وربما تذكير بتجاوز القرارات الأممية. البيان لم يذكر كلمة الإمارات مطلقا، لم يذكر، ولكن الإشارة من خلال التأكيد يعني في البيان يعني المراهنة على الدور السعودي، يعني يشير إلى أنه هناك أطراف أخرى لا يعني غير موثوق بها في الساحة بعدن. علينا يا سيدي، علينا عند الحديث عن التحالف عدم الحديث عن الفصل بين دور الإمارات والسعودية، مهما كان وجهة نظرنا من ممارسة هذه الدولة أو تلك، فعلينا أن نعلم أن التحالف تقوده السعودية، وأنها إما أن تكون قابلة لما يقوم به الطرف الآخر إذا افترضنا أن هنالك اختلاف في المواقف، وإما أنهم وفي الحالتين السعودية تتحمل المسؤولية. أعتقد أن إصرار الحكومة على الإشارة إلى الدور السعودي باعتبار أنها ليس الاتهام للإمارات، ولكن باعتبار أن السعودية هي المتحمل الأول للمسؤولية، وتظل المسؤولية مسؤولية السعودية أولا وأخيرا، لأنها قادرة أن تجبر الإمارات على تغيير سياستها إذا كانت هناك اختلاف في السياسة أو في التناغم. هناك أمر مهم جدا علينا أن نتذكره، أن خطها هو انقلاب على السلطة الشرعية وفرض شكل جديد من سلطة انقلابية. نعم. القبول بأي شكل من هذا هذه الدرجات هو ظهور انقلاب جديد، وبالتالي تصبح دول التحالف مشاركة بهذا الأمر من خلال عدم اتخاذها موقف مناقض. دول التحالف التي تتحدث عن إعادة الشرعية إلى صنعاء لم تتمكن إلى اليوم من إعادة الشرعية إلى عدن. نعم. لكن هناك أمور كثيرة. نعم. لكن سيد خالد، يعني هناك أيضا تساؤل مهم باعتقادك، يعني إلى الآن لماذا تأخرت هذه المواقف حتى اليوم؟ قد إصرارها وبقائها في عدن يعتبر إنجاز أيا كانت التفاصيل.
أما بالنسبة لماذا ما هو المنظر العام، ما هو المظهر العام، ما الذي نتوقعه غدا، ما فنعتقد أن كل ما حدث كما أخبرتك سابقا ليس انقلابا كاملا وليس إعادة للأوضاع كما كانت ما قبل 25 يناير 2018، ولكنه محاولة لصياغة شكل جديد من أشكال السلطة الشرعية وفقا لرؤية خليجية. الوفد الإماراتي السعودي الموجود اليوم في عدن بتفاوضه مع المجلس الانتقالي وتفاوضه مع الحكومة يسعى لإعادة صياغة شكل الدولة، شكل السلطة القادم وفقا للرؤية الخليجية. نعم. دولة التحالف. نعم. مدى تطابق هذه الرؤية مع رؤية الحكومة الشرعية، مدى تطابق هذه الرؤية مع رؤية المجلس الانتقالي يعتمد على النتائج التي سنعرفها من خلال القرارات التي ستكون خلال وقت لا أعتقد أنه يتعدى فيها ساعة. نعم، إذن وضحت الصورة. المحلل السياسي خالد اللبود كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر ضيوفي حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة كان معنا من القاهرة، والشكر أيضا لسلمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية كان معنا من الرياض. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. أشكركم وفي رعاية الله.